والمالية والمحافظة عليها ضمان تنمية مستدامة تضمن حق الأجيال القادمة في الماء وفي الأمن البلاد. بفضل سلسلة من الإجراءات المؤسساتية والتنظيمية وكذلك الإنجازات الكبرى في مجال البنية التحتية المدعومة بالتخمين المستمر للسياسة المائية في المملكة، تمكنت بلادنا من تخطي فترات جفاف صعبة شهدتها جد أحوال مائية، وهكذا أصبح المغرب يتوفر حاليا على رصيد 136 صغير بدهنية ومواكبة التنمية المحلية و16 منشأة لتحويل المياه بين محوات مائية وطاقية، وتتواصل أشغال تهيئة المياه من خلال 18 كبير في طور الإنجاز بسيارة إجمالية تقارب 500 مليار متر مكعب، بالإضافة إلى سدود صغرى في طور الإنجاز كذلك، ولتنويع العقد المائي أجزت ساعات محطة تحلية المياه البحر 158 محطة لمعالجة المياه العالية. حضرة السيدات والسادة، كما تعلمون ينعقد مجلس إدارة هذه الوكالة في ظرفية استثنائية تتسم بقلة تساقطات المطرية خلال السنوات الأخيرة، وبهذا الصدد أؤكد لكم أن الحكومة تعمل على كافة المستويات لمعالجة إشكالية الماء في كل أبعادها وبالجدية اللازمة، مستحضرة التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب جلالة نصر الله بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الأخيرة بتاريخ 14 أكتوبر 2022، حيث أكد جلالته على أن سياسة الماء ليس مجرد سياسة قطاعية، وإنما هي شأن مشترك يهم الجميع، وهو ما يقتضي التحيين المستمر لاستراتيجيات قطاعية على ضوء الضغط على الموارد المائية وتطورها المستقبلي. وفي هذا السياق ومن أجل التوفر على إطار مرجعي للسياسة المالية الوطنية خلال 30 سنة قادمة، تعمل الوزارة حاليا على مراجعة وإغناء مشروع مخطط الوطني للماء على ضوء التوجيه التصريح الحكومي والتوجيهات الملكية الثانية، وكذلك توصية تقرير النموذج الجديد في إطار تشاركه مع القطاعات المالية وتمثيلية المواطنات والمواطنين على الصعيد الإقليمي والجهوي والوطني. وبموازاة مع ذلك يشرفني أن أخبركم أن الوكالة قامت بإعداد مشروع مخطط توجيهي للتهيئة المندرجة للموارد المائية، وذلك بالتعاون مع أكثر الفاعلين ومؤسساتهم بالتشكرهم على وجود البذور في هذا الإطار. وقد تم الأخذ بعين الاعتبار ملاحظة جميع الأطراف المعنية بعد عرضي على أنظار اللجنة التقنية لمجلس الحوض المائي يوم 27 جانفي 2022، ثم بعد ذلك على مجلس الحوض المائي بوكوس يوم 23 يناير 2023. ويتضمن مشروع المخطط برنامج عام متكامل على المدى المتوسط والبعيد يهدف الى تنميه وتدبير الموارد المائيه في افق سنه 2050 وسبل المحافظه على المعلومات الى جميع المستثمرين في قطاع الماء في انجاز وتنفيذ مضامين. وتعتبر هذه الدوره الحاليه لاجتماع مجلس اداري لوكاله الحوض المائي بوكوس برسم سنة 2022 محطة هامة وفاصلة في التخطيط المالي على الصعيد الجوي، حيث ستعرف عرض مشروع المخطط محين وفقا لمقتضيات القانون 36/13 متعلق بالماء والمرسوم جوج 18/339 صادر بتاريخ 17/2018 على أنظارهم. حضرة السيدات والسادة، كما تعلمون فإن منطقة نفوذ وكالة الحوض المائي بوكوس تميزت خلال السنة الهيدرولوجية 2021-2022 بعكس التساقطات المطرية مقارنة مع المعدل في جميع أحوال المنطقة، حيث بلغ العجز الإجمالي في جميع المناطق تدخل الوكالة 47%، وتجدر الإشارة إلى أن هذا العجز يتم تسجيله لرابع سنة على التوالي، مما انعكس سلبا على حجم الواردات على مستوى حقينات سدود المنطقة. ونظرا لما يمكن ان ينجم عن هذه الحاله الاستثنائيه من مشاكل تلبيه كل الحاجيات، فان وزاره جيزه الماء وبتنسيق مع وكاله الحوض المائي بوكوس وباقي المستثمرين بادرت الى اتخاذ مجموعه من التدابير، حيث تم انجاز عدد من المشاريع في اطار البرنامج الوطني لتزويد ماء الشرب ومياه السقي 2020-2027، اهمها انجاز مشروع تقنيه نظام تزويد الماء الشرب لطنجه الكبرى من خلال رفع سد دار خروفه، بناء اشغال الشرع في مركز استغاثه التخرج
الذي سيمكن من تأمين تزويد مدينة طنجة الكبرى بالماء سنفسه، حيث وصل الحد الحالي من الخزون المائي ل 56 مليون متر مكعب بنسبة 8.3%. تأمين تزويد مدينة تبليس بالماء سنفسه عبر الرفض في نظام التزويد الخاص بمدينة حسيمة. مواصلة إنجاز أشغال سد غيس بسعة زينيا ل 93 مليون متر مكعب بالماء سيمكن من رفع العرض المائي وتأمين تزويد الماء سافشوب والصرف في الحين حسين. الرفع من استغلال الموارد المائية الجوفية عن طريق إنجاز مجموعة من الأسقاط استكشافية وتحويل إيجابية منها لأسقاط استغلالية قصد تلبية حاجات الماء بالنسبة إلى عدد مقرر. مواصلة إنجاز مشاريع إعادة استعمال المياه العادمة ومعالجة لسقف المساحة الخضراء وما يدور بهدف تخفيف الضغط على الموارد المائية الاعتيادية. القيام بعملية الرفع من مردودية كالمرجر مياه الشرب. مواصلة حملات التوعية والتحسيس الاقتصادي باستعمال الماء لصالح الشرب ومياه الصرف. وقد مكنت هذه التدابير من تلبية جميع الحاجيات المائية للمنطقة في ظروف ملائمة وتخطي الأزمة. أما خلال السنة الهيدرولوجية 2022-2023 فقد عرضت بحمد الله منطقة وفود وكالة حول الماء للنقوص خلال التراكم المستدامة بين فترة شتنبر إلى غاية 23 يناير 2023 تساقطات مطرية جد مهمة قدرت ب 326 ملم على صعيد المنطقة، ورغم ذلك تسجل عجزا يناهز 17% مقارنة بنفس معدل الفترة. وقد انعكس هذه التساقطات المطرية بشكل إيجابي على المخزون المائي للسدود، حيث انتقلت نسبة الماء من 35% بداية شهر جميل إلى حوالي 850.5% حاليا. كما أدى هذا إلى تحسن غيات الفرشاة المائية والعيون، مما سيساهم في تأمين زويد الماء سافشور والصرف في مختلف المناطق تابعة للوكالة في ظروف عادية. وستقوم وزارة الجهيز بالتنسيق مع وكالة حول الماء للوكوز وباقي المتدخلين إلى مواصلة جهود دعم وتأمين حاجيات هذه الجهة من الماء لمواكبة تنميتها السوق الاقتصادية المتسارعة عبر الرفع من العرض المائي، حيث سيمكن سد الخروج والانتهاء من أشغال سد غيس برفع الطاقة الاستيعابية لسدود 1.7 مليار متر مكعب حاليا إلى 3 مليار متر مكعب، كما سيأتي إلى ملياري متر مكعب. كما سيتم دعم تأمين زويد طنجة الكبرى بماء سافشور بواسطة إنجاز العياشة بسعة 118 مليون متر مكعب إن شاء الله، واللي تنطلق أشغال الروبي إلى هذا الشهر. وفي إطار برنامج وطني لتزويد ماء سافشور ومياه الصرف 2027 سيتم أيضا إنجاز سبع سدود صغرى وتلبية برسم الفترة الممتدة ما بين 2023-2024، وذلك لدعم التنمية المحلية لعالم القرار. حضرة السيدات والسادة، وفي إطار مواجهة آثار التغيرات المناخية والتضامنات القصوى، تقوم الوكالة بإنجاز مشاريع وقاية للفيضانات، وذلك عبر تهيئة الأودية على مستوى العاملات والأقاليم بشراكة مع المتدخلين المعنيين. وتجر إشارة إلى الوكالة قد قامت بدراسة أكثر من 90% من المناطق المعرضة للفيضانات التي تم جردها، في حين تمت معالجة 56% من هذه المناطق. أما بشكل جزئي أو كلي في إطار تشاركي بغلاف مالي يزيد مليار و 900 مليون درهم، ساهمت فيه الوكالة ب 160 مليون درهم إلى غاية بداية سنة 2023. كما أنه وزارة الماء ووكالة حول الماء للوكو سيساهمان في إنجاز مشاريع كبرى لحماية الفيضانات تخص بك. البرنامج سيجري لحماية مدينة طنجة من الفيضانات 2020-2025 بغلاف مالي ل 310 مليون درهم. مشروع حماية جامعة الزنايرة لعملة طنجة قصيرة من الفيضانات بكلفة إجمالية بقدر 150 مليون درهم. مشروع مركز حماية مركز الجمعة لإقليم شجرة الفيضانات بكلفة إجمالية تقدر 127 مليون درهم. وستعزز هذه المجهودات الكبيرة بإجراءات غير بنيوية أموات وسعة صناعة الشبكات لإنذار وتفكير الفيضانات وشبكة القياس الهيدرولوجي بمنطقة نفوذ وكالة في إطار الشراكة الاتفاقية الإجمالية تقدر 47 مليون درهم، وإنجاز منصات الإنذار وتفكير الفيضانات وتحسين إدارة الملك العمومي المائي من خلال استخدام استشعار أنكود
يكون فيها 6 مليون و 400,000 درهم، هو لا جزء من صندوق مكافحة الآثار كوارث طبيعية، إضافة إلى برامج أخرى التي إن شاء الله سيتم إنجازها خلال الشهور المقبلة. حضرات السيدات والسادة، إن معظم الأحواض المائية في المنطقة تواجه إكراهات تتعلق باستخدام مفرط الفرشاة المائية والمشاكل البيئية التي تنتج عن التلوثات المنزلية والصناعية ومرجان الزيتون وكذلك المطار العمومية غير المراقبة والتي تهدد باستمرار جودة المواد المائية وبالتالي استدامتها. كما تواصل الوزارة تحديد برنامج تخصيصي خاص متعلق بمجال اقتصاد الماء وترشيد استعماله، حيث تم إطلاق مجموعة من الوصلات الإشعارية لتخصيص المواطنين والمواطنين لأهمية اقتصاد الماء. وفي إطار حماية أرواح المواطنات والمواطنين، تعمل الوزارة جاهدة على شرط الآثار والإسكاب على مستوى الأحوال المائية للتنسيق مع السلطات المحلية. نتشكر السيدة هاني كان البيت الإطار معنا بهدف رد الآثار والأسكاب المهجورة وإلزام مستغلي الأسكاب والآثار المستعملة باتخاذ إجراءات إنتاج وقع وقائية عن طريق تسييج هذه الآثار المحلية أو إخفائها. وكما تعمل الوزارة كذلك على تسريع إصدار نصوص تنفيذية لمادة 14 من قانون الماء 36/15 المتعلق بإنهاء رفع الأسكاب والآثار، مما سيمكن من تنظيم السنة القانونية الحالية المتعلقة بالحفظ ووضع حد الأشخاص المتزوجين في هذه المهنة بشكل عشوائي، زيادة على ما تعلمون المصادقة مؤخرا على قانون طرح قانون الذي يتعلق كذلك بإشكالية الآبار واللي بدات فيه العديد العديد من المعلومات في هذا المجال باش هنا هذه الأمور مضبوطة من أجل ضمان سلامة المواطنين والمواطنين. ويفضل الجهود المبذولة بالتنسيق مع السلطة المحلية، فقد تم إغلاق 123 بئر وتوجيه 2237 إعذار إلى المخالفين. أما فيما يخص المخالفة البيئية فقد أصدرت وكالة حول الماء للوقوف خلال سنة 2022 ما يقارب 1140 كلمة. كما عملت الوكالة على مواصلة الجهود الكيمي والتتبع الكيمي والكيفي للموارد المائية ولمصادر التلوث وتحديد حاصيتها، كما أصدرت لازمة ماء وتسمينه وكذا الرجوع إلى المواد غير التسليمية بالإضافة إلى مشاريع الحماية من الفيضانات، كل ذلك وفق نهج تشاركي وتعاقدي بين مختلف المتدخلين في هذا المجال. كما سيتم الاستمرار بالتعامل مع وزارة الاقتصاد المالية في دعم الوكالات كل الإمكانيات المتاحة حتى تتمكن من مواصلة القيام بمهام المنوطة بها على أحسن وجه. حضرات السيدات والسادة، سيد عميد، إن اجتماع المجلس الإداري للوكالة هو بمثابة فرصة سانحة لنا جميعا من أجل تسليم أدائها ودراسة برنامج عملها بدء السنة المالية سنة 2023، وكذا التعرف عن قرب عن الصعوبات التي تواجهها وفتح المجال أمام أعضاء المجلس لإبداء اقتراحاتهم وإبداء مراقبتهم ويتعرف عن مستوى أداء هذه المؤسسة